طيب بص يا احمد، يعني احنا بنشاور على المشاكل زي ما انت قلت، بالظبط لو في مشكله فنيه، في مشكله نفسية، بدنيه لبعض اللعيبه، في بالظبط مشكله معنويه او نفسيه للفرقه ككل. شايف الارهاق البدني كمان فارق جدا مع نادي الزمالك. يمكن مباراه المريخ لو كان في اسبوع قبلها، يعني ما كانتش اتلعبت المباراه اللي سموحة. في نصف الاسبوع امام سموحه وانت قدرت تكسبها، كان ممكن الحافز اللي انت لعبت بيه امام سموحه كان يتوفر للمريخ، لكن ده ما حصلش. برضو شايف ان في ضغط بدني على اللعيبه. طبيعي ان هيكون في ضغط بدني على كل الفرق بسبب عدم انتظام المسابقه، وده امر احنا اتكلمنا فيه. الارهاق البدني هيأثر على العامل النفسي، ده جزئيه اكبر. عشان كده بنطالب دايما اللعيبه ما تصعبش المباراه على نفسها، دايما تحاول تلعب السهل. مشكله نادي الزمالك ان في لعيبه كتير في التشكيله الاساسيه عاوزه تثبت اكتر من قدراتها في الوقت الحالي، احيانا الكره ما بتبقاش ماشيه معاك كتير، يبقى الافضل ليك ان انت تبدا تلعب السهل، تبدا تتحرك، تبدا تخلق مساحه. مشكله لعيبه الزمالك ان هي بتفقد روحها المعنويه جوه المباراه نفسها، وده مش صح. في مباراه المريخ كان عندنا مشكله في الجزئيه دي، ان لما لعيب ضيع فرصه واتنين افتقد كل التركيز وكل اتزانه جوه الملعب، وده كان عامل مؤثر جدا وعامل فيه مشكله على الفريق، لان اللعيبه حواليه كلها اتاثرت. عندي مشكله بدات تظهر ما بين اللعيبه جوه الملعب ولازم ان هي تتحل، ان اللعيبه حاطه ضغط نفسي على بعض، اللعيبه بتزعق لبعض جوه الملعب كتير، متفاهم جدا ان الفريق ما بيحبش يخسر، وان الفريق عاوز يقدم افضل نتيجه ممكنه، وان الفريق عاوز يظهر بشكل كويس، لكن مفترض ان انت مع الوقت جوه الملعب لما تلاقي اللعيب زميلك واقع نفسيا لازم انت تبدا تسنده في المباراه. طيب الارهاق البدني هنتعامل معاه ازاي؟ الارهاق البدني هنتعامل معاه ان كل لعيب لازم يخلص الكوره بشكل اسرع، يحاول يخلص المباراه. كان باتشيكو بيتعامل في المباريات اللي من النوعيه دي ان اول 10 15 دقيقه بيدخل ضاغط على المنافس عشان يقدر يجيب هدف ويقدر ان هو يريح فرقته بدنيا ويبدا يعمل تبديلات.